احنا نهني الشعب العراقي بانطلاق المعارك لتحرير ما تبقى من مدينه الموصل اللي هو الجانب الايمن. بدينا اليوم ان شاء الله منطقه اللزاقه طهرناها، وراح نطهر كل اراضي العراق المعطاء، وراح نرفع العلم العراقي فوق كل مؤسسات الدوله العراقيه من اللزاقه وصولا الى الموصل وتل عفار وكل المناطق المختصه من قبل داعش للانجاز. محطة كهرباء اللزاقة كانت مسيطرة عليها داعش وكان يرهن عليها داعش، اليوم اخذناها ورفعنا علم العراقي، واذا تشوفون علم العراقي رفرف فوق المؤسسة. احنا اليوم بداية هذا، بعد ان شاء الله تباعا راح اعطيكم بالتفاصيل. انا اهني اخواننا واهلنا في المناطق المختصة من قبل داعش، ونوصيهم انه يتعاونوا ويا الاجهزه الامنيه فيما يخص ابداء بالمعلومات والتعاون مع الاجهزه الامنيه، لان ابشرهم انه داعش في زوال. واليوم شفناها طبعا داعش ما عنده مقاومه، بمجرد انه عصابات وفارس تعويق يتم قضاء عليه شبه همه الغير بطاشه الاتحاديه، وفي خطه مرسومه لهذا الغرض من قبل سيد قائد قوى الشرطه الاتحاديه المحترم وسيد قائد فرقه ثالثه شرطه الاتحاديه المحترم. خسائر تنظيم داعش لا تعد ولا تحصى ان شاء الله، بس احنا عندنا اساسا الحمد لله ما عندنا خسائر. العمليات مستمره ان شاء الله، وعاقدين عزم ان شاء الله تغطيه كل ارض العراق المعطاء. نهنيكم ونهني الشعب العراقي العظيم بهذا الانتصار. حقيقه اليوم حققنا اكثر من هدف، الاهداف اللي المرسومه حققناها يعني بخسائر تكاد تكون معدومه، وهذا يعني يدل على انه العقيده جديده للجيش العراقي وللشرطه الاتحاديه، وراح تشوفوها بالايام القليله المقبله، راح تشوفون فد طفرة جديدة جدا وسريعة جدا بتحرير الجانب الأيمن من الموصل. شوفون الأهالي الجانب الأيمن ينتظرون أبطال الشرطة الاتحادية اليوم على حمل، وإحنا تبعدنا مسافات قليلة جدا عن حياة مدينة الموصل في الجانب الأيمن. والله إن شاء الله يعني قريب جدا، يعني هي لو مو الأوامر اللي توقفنا كان ننطلق أكثر، بس تعرف هاي أوامر إحنا ما نقدر، بس إن شاء الله قريب جدا جدا جدا. شلون شاهدتم خسائركم من داعش الأهالي؟ والله يعني هم فروا يعني فرار العبيد، ما لقينا عندهم اي مقاومه، والابطال هنا ما شاء الله هذول الشباب والله ابطال، والله ابطال، والله يركضون قدامنا. بعد انطلاق ساعات القتال الاولى من الصباح الباكر بقياده الشرطه الاتحاديه بقائد البطل فريق رائد وقائد الشرطه الفرقه الاولى الثالثه فريق اللواء صالح، قمنا بتحرير منطقه الزلاقه وتحرير محطه كهرباء حمام العليل، وكانت خسائر داعش فادحه بالارواح والمعدات. ان شاء الله ما بقى الا القليل. كانت خسائر فادحه بالارواح والمعدات. نبلغ اهالينا في منطقه في الموصل الجانب الايمن قادمون الى نينوى الحبيبه، ولا اهالينا في منطقه نينوى حاليا حررنا الساحل منطقه الحمام العليل طاقه اللزاقه.